وش تعرف على شوال؟ شوال هو يجي من رمضان، هو نورمال مو ست ايام، في ست ايام، ست ايام بنادم يقدر كيفاش يصوم ولا غير يصوم حبيبي، باسكو شوال ربي يغفر لك بزاف عفايس. بنادم قد ما يقدر يطهر روحه قد ما مليح اخي العزيز، باسكو هذا صيام ماشي لينا، هذا شوال فرانشمون سي سي العيد، سي صلة الرحم، سي تو بور نو، سي ابخي 30 جور دو جون. Ben, on est content de recevoir ce mois. قول لي واش تعرف على شوال؟ شوال يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وتابعه بستة من شوال كصيام الظهر. أنا ديجا راني من الصائمين، وصيام شوال كل عام نصومه، يعني صيام شوال وهي زيادة في العبادة بيان سور، لأن مدرسة رمضان يعني ديما تعطي يعني تجدد بها الإيمان يعني، وتكون يعني استمرارية في الإيمان بيان سور من تخرج من 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 صيام رمضان، يعني تكمل يعني ديما في الطاعات، زيد أنه في الطاعات. شهر شوال نورمالمون يجي مور رمضان، هو فيه ست أيام، اللي يصوم رمضان ويصوم ست أيام كشغل صام الظهر هكذا. والصيام، الصيام هو منفعة، منفعة الإنسان، منفعة بزاف، منفعة صحية، منفعة. كون جاو الناس كاع يوا شوف الإنسان كون جاي يصوم شي ست أيام ويزيد يصوم العام الاثنين والخميس كما قال عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. واش تعرف على شهر شوال؟ السلام عليكم، صحة عيدكم ومبارك، كل عام تعيدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. شوال هذا أنا نقولكم هذا مليح، مليح هاد ست أيام اللي يصومهم، عنده أجر كبير وعنده القوة. وشو هذا لازم حنايا مادابين الصوم في هاد ست أيام، يقول لك يقول لك بهاد ست أيام عندك القوة وعندك كيما نقولوا حنا نقولوا رمضان خلاص، شهر رمضان خلاص، ونزيدوا سمانة نزيدوا نصوموا ست أيام. صوم تسيب راحتك، تسيب صحتك، يتنحالك الكولون، لي ستوما، الامراض، فهمتني؟ اي سي ان كون بليزيغ. انا شهر رمضان وما شبعتوش، تقول لي شوال وليدي شهر رمضان خدمت في الرحمه، وكلت، شربت، على بالك جاز رمضان تقول لي دقيقه درت ما لقيتش رمضان وليدي، ولا غير درت ما لقيتش رمضان، ماذا بيا يزيد يجينا رمضان وليدي. شوال صمتهم ست ايام خساره عليك، راح رمضان صمنا شوال. الرسول صلى الله عليه وسلم كانه صام الظهر كله، فهمت كيف، ست ايام بالعام، يعني فيه خير بركه الانسان يصوم. بعد ما يقول عمل بنو ادم لنفسه الا رمضان لي فانا اجزي به. ولكن اليوم البركه نهضروا فيها بموضوع واحد اخر، هذا الشعب الجزائري الضعيف هذا اللي يصوم كيروح للمرشي باش يقضي، ما ينجمش يقضي، ما كان والو، زرو ديال الحلوف ما ياكلهاش كان زميله، وراه اللحم باش ياكل الانسان باش يتقوى، وراه الدجاج، وراه الحوت، وراه هكذا ابسط حاجه غاليه الانسان اللي يصوم مسكين، ما العشيه كي العشيه كي الدن الشيخ ما يصيبش واش ياكل خو. عيد شوال عيد صغير، والعيد اللي ولادي حضروا معايا في العيد الوغ كو 3 زان يزيتي ابسون، مالغري لي ريزو سوسيو نتلاقاو في الانترنت، مي با كومون لي توش سي مي شيري. الصيام مليح، الصيام شوف الصيام يخليك فرصة باش يخليك تسقم روحك الطريق المستقيم إن شاء الله، راك معايا؟ اه، يخليك تسقم روحك المستقيم، باسكو كي تصوم تولي ما تآذيش الناس، تولي تتربى، تولي تنحي العيوب تاعك. شوف الله عز وجل، نغلطوا ونستغفروا يغفر لنا، نزيدوا نغلطوا ونستغفروا يغفر لنا، نزيدوا نغلطوا من رحمة ربي هذه، راك معايا؟ ومن بعد شغل ما نسحي مرقناها بزاف، راك معايا؟ شو مرقتها انا شحال من خطره، راني نستغفر ربي وربي يغفر لي. زادنا ست ايام لازم نسقم روحي. وكاين شي اوامر ماشي غير الصوم، كاين الصدقه، كاين تشوف جارك، تشوف خاوتك، تبتسم للناس. تصحيح الصيام كما قلت تكون رأفه ولا تكون غلطات ولا يعاود، يعني الانسان يصلح الصيام
وهي زيادة على العبادات في شوال. وكاين ثاني خميس واثنين، وكاين اللي يعني يصومهم يعني على المباشر صيام، وكاين اللي يحب يفرقهم يعني. كاين هنا اختلاف تاع اهل العلم. لي بارون يصوموا على كل حال، ما انا نصوم شويه بالك زوج خطرات بالك طرو فوا، مي ما نقدرش نصوم 3 ايام كومبلي، وان شاء الله نقدر نصوم بلوطان ولي نصوم 6 ايام. مي لي بارون العجوز الشيخ كاع يصوموا في الدار لافرونجي الحمد لله يا ربي. با فورسيمون باسكو جو سوي مالاد، الله يشافي كل واحد. مالوغوزمون كنا نصوموا بيلاس ماتنو سي لا سانتي كي ديفوني صغيره. Voilà. C'est par rapport à votre problème de santé. Voilà. Sinon, on somme avec plaisir, avec joie. Ma Rabbi subhanahu, باش ما نغضبوش رمضان، نتبعوه بست ايام نتاع شوال، ايام الصيام الصوم تاع عام كومبلي. وانا تصوم عام كومبلي عندك أجر، تدي حسنات، عندك القوة، عندك كيما نقولوا الكور تاعك يستعفى بيان. ربدا تقعد هكذايا ما تبدل ما والو، الطبيب يقول لك ما يحل الكور، انسان يبرى، انسان يروح لكاع المرض هذه تاع كيما قلت الصيام. ابني شو هذا عندك كاين حاجه مليحه، زيدوا نديروها عندك تلي والخميس عام كامل تتصوم. اما شوال هذا حاجه مليحه رب العالمين، دار 6 ايام هذو الانسان يصومهم كانه صام الدهر كامل، اي نعمه هذه فهمت ليا. احنا نغلطوا الواسي والمعاصي كي نصوموا رب العالمين ينحيونا، ولكن قلت لك الانسان كيرفد القفه يدخل للمرشيه البركه ما يصيبش واش يشري خوه. انا فهمت كاع يصوموا، بصح انت عندك حاجه مليحه، بصح لازمكم ما تصومش، احنا لازم الماكله ناكلو، ما تحبش انت عمك ماكله ها، والاستوما هذه ما تحبس، وما تقولي الاستوما يصطر عليا، الناس يروحوا للطبيب بالدواء بالاخر، لا لازم هذا الدواء، وانا يقول لك صابرين هذا الدواء، وانا يقول لك تنين والخميس هذا كلش دواء الصيام، يقول لك الدواء، روح للجامع اما ما بوت الجامع يقول لك هذا سيت الدواء، ما كان تروح للطبيب ولا دير اخو الطبيب يقول لك الكور تاعك يتصفى ويتسقم الكور تاعك، ولازم عندك ارجل عندك حسنات عم كامل تدي لاخو. الناس ما يعرفوش، الناس يعرفوا ياكلوا يا ربي، ربي ربي اعطانا الصبر، ربي اعطانا فهاد الشوال، صوموا يا ناس.